فريق كرة وكلام كتير جدا عن فريق كرة القدم وأنا هكلمك بمنتهى الصراحة، احنا في قناة النادي الأهلي وبالتالي لازم يكون عندنا الصراحة، لأن الجمهور بيسألني الأسئلة دي وأكيد طبعا حضرتك عارف الأسئلة دي كلها. حضرتك برضو أنت ولا الإسلام، خلينا نبدأ. يعني احنا لا طبعا، لكن 30 سنة طبعا ربنا يديك الصحة ونفضل كده طول عمرنا. مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، والحقيقه هو كان هنا معايا في اللقاء وراجل لطيف وكويس وكل حاجه. هل انت بتعتبر بما انك عشرت الراجل ده يعني من شهر واحد لغايه دلوقتي حوالي 6 شهور اهو، هو الراجل ده بدا تمرين ولا لسه؟ ولا زي ما انت بتقول الماتشات ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض؟ ما هي الموسم كله يا اسلام داخل في بعضه بشكل سريع جدا. ايوه، عشان كده بقول لك انا فنيا من خلال رؤيتي او خبرتي هو ممكن يشرحها مني اكتر مني بكتير جدا واحسن مني بكتير جدا، لان هو فني فني بحت شغلته بالزبط. خلاص، ولو جبت اي مدير فني في اي مكان في العالم وقلت له كده، اقول له مثلا يعني هل من الصح او هل الصح ان انت تاخد فرقه فتمرنها شهر شهر ونص وبعدين تخش على المنافسات، ولا تخش على المنافسات وبعدين تمرنها بعد 6 شهور شهر؟ ايوه، فهيقول لك الاختيار الاول بالتاكيد يعني طبعًا. اوكي، لكن احنا لعيبه الكوره فعارفين كويس قوي الحته التجمعيه الفنيه التدريبيه البدنيه النفسيه حصلت. بتبقى الذهنيه مهمه جدا جدا. اسمها فتره اعداد ليه؟ عشان يعني الاساس اللي بتبني عليه علاقتك باللعيبه، اسلوبك، شخصيتك اللي بتفرضها على اللعيبه، طريقتك، تفكيرك، مواجهاتك مع اللعيبه، طريقه تنفيذ اللعيبه لفكرك ولا حاجه، بتبقى محتاج وقت يعني. هو ما خدش الوقت ده، ما خدش ده اللي انا عايز اوصل له، ان هو حتى هذه اللحظه ما خدش هذا الوقت. وبالتالي الناس بتقول برضو ان مستر مارتن لاسارتي زي ما انت قلت احنا خسرنا 5 نقاط من في الدور الثاني، في الدور الثاني فقط الدور الثاني، عشان بس في حد ممكن يقول لك لا ما هو الدور الاول كان موجود، انا بتكلم على الدور الثاني. الدور الثاني الخمس نقاط اللي احنا خسرناهم منذ مجيء مارتن لاسارتي في شهر واحد وحتى الان تقريبا هم 5. لا في الدور الثاني هو جه، ما هو خسر عدلنا مع الزمالك وخسر بيراميدز صح. فبالتالي هو الناس بتقول ان هو في المباريات الصعبه ما بيبقاش واضح جدا ليهم، يعني للناس. افريقيا بتحتاج اجواء ومناخ وخبرات عاليه جدا. أيوة. خلي بالك بس بتبقى في افريقيا اجواء فرق، اسلوب فرق، طريقه التعامل معاها ازاي مختلف، اسلوبك معاها بيبقى عامل ازاي، المناخ نفسه، الرطوبه او الجو يعني، تمام، الارضيات، كل ده مهم جدا مع المدرب اللي بيبقى موجود. هو برده ما كانش مع عنده الخبرات الافريقيه دي خالص. تمام، فانا بقول ده مش المفروض يكون دوركم يعني دور على الاقل كابتن محمد وكابتن نسامي. يعني بتدي طبعا، بتدي طبعا الرؤيه بتاعتك وبتدي كل حاجه ليك، سوري اللي تعرفها او اي معلومه حتى لو صغيره. خلي بالك مفهوم مدير الكوره ده او الجهاز اسمه الجهاز المعاون، الجهاز المعاون كل حاجه بالزبط. صغيره وكبيره بتديها للراجل، لكن الراجل في الاول والاخر هو اللي بيسوق، هو اللي بيسوق، هو اللي بيختار طبعا، هو اللي في الاول والاخر لازم كل المعلومه تبقى عارفها او عندك فبتديها له بالتاكيد يعني. طيب حتى لو صغيره، حتى لو صغيره هو اللي هو اللي يقيمها بقى طبعا. وانا كمان كشغلتي يعني مفهوم مدير الكوره مش اللي هو الراجل اللي هو مثلا يعني منفرد بالحاجات، لازم يبقى فيه تنسيق كامل مع المدير الفني بالزبط. تنسيق كامل مع المدير الفني. تمام، مارتن لاسارتي كل يوم، انا بصراحه كل يوم بشوف هذا الموضوع، كل يوم افتح المواقع او اي حاجه الاقي ايه مارتن لاسارتي بكره هيمشي من النادي الاهلي وهيمشي 18 لعيب، مارتن لاسارتي تاني يوم بقى بعديها بيومين مارتن لاسارتي هيمشي وهيمشي 20 لعيب. ايه رايك في هذا الكلام؟ زي ما قلت لك يعني ممكن في كتير من الاوقات بيبقى في اهداف من الاخبار اللي بتتقال، في اهداف تشتيت، تركيز، اجتهاد في بعض الاوقات يعني، بس ده عدد قليل يعني. لكن في النهايه انت بتشتغل مع من خلال مؤسسه النادي ومجلس اداره النادي او لجنه التخطيط في النادي او المشرف العام على الكره في النادي، فبتشتغل لحد الثانيه الاخيره، ما تحاولش ياخد من وقتك ده او من تفكيرك الجزء ده، لان انت في الاول والاخر برضو بتعتمد على ارقام ونتائج بالزبط. لو اتحققت النتائج دي يبقى انت ناجح، ما اتحققتش النتائج دي يبقى انت ما نجحتش في مهمتك يعني. فما تركزش قوي في اللي بيتقال، لان اللي بيتقال ده احنا عندنا مشكله حتى في الاعلام الرياضي، احنا بنحلل اليوم بيومه مظبوط، يعني ما تحللش الموضوع كله، الفتره ولا المعطيات ولا حتى الاسباب ولا اي حاجه خالص، انت بتحلل نتيجه. تمام، يعني في مباريات كتير جدا انت بتكسبها مثلا
تمام وما كنتش في 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 التوب فورم بتاعتك في اعلى مستوى ليك، وفي مباريات ممكن تكون فقدت فيها نقاط وانت بيراميدز الاحق بيراميدز انت الاحق فيها اوضح حاجه يعني. تمام فهتلاقي دايما الحته السلبيه